أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا طلب منا صور من قبل جهة حكومية أو غيرها، فإذا ذهبنا إلى المصور فإنه يعطينا صورا أكثر من حاجتنا، السؤال: هل نحتفظ بهذه الصور الزائدة أم نتلفها؟ أتلفها، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة غير الصور الضرورية، هذه ما هي ضرورية، إن احتجتم مرة ثانية فصوروا بقدر الضرورة، وإما احتجتم فالحمد لله على العافية. نعم.